مرحبا، أنا بأحد الفيديوهات. قلت عن عصر النساء تحكم، فعليا الصورة لسه ما تبلورت كلها، يعني كل ما هنالك إنه العنوان فقط اللي حاضر، لكن الصورة لسه ما اكتملت كلها في ذهني، لأني بس بدي أقول يعني شيء جديد على بخصوص هذا الأمر. أنا لما يعني اللي بدقق في السوق بدقق في الوضع الحالي في الوقت الحالي من دول في العالم بشكل عام، يكون في توجهين. توجه نحن طبعا من القوى الحاكمة الخفية، الإيد الخفية للعالم، الإيد الخفية للعالم، مو الرؤساء هدول الشكليين، هدول كلهم أتباع، بس بما يسمى جماعات الضغط، وليس الظاهرة للعيان وإنما كمان المخفية. في توجه منه بخصوص أمرين، إن النساء تحكم وتسود العالم كله، تكون هي المتسيدة، وهذا اللي عم نشوفه بكافة القطاعات والمختلف والمستويات، يعني كانت الشخصية، المهنية، الاجتماعية، السياسية، العسكرية، الأمنية والرئاسية كمان. والتوجه الثاني هو دعم أصحاب البشرة السوداء. ليش؟ أنا لسه ما فهمت، يعني عم راقب الأمر بس لسه ما وصلت للاستنتاج الصحيح والدقيق بخصوص هذا الأمر. أصحاب البشرة السوداء عم يتم في دعم لإلهم، يعني إذا أعطينا بالإعلام وبالأفلام عم يكون في توجه، مثل هلا في الوقت الحالي سفير قطر، عفوا سفير أمريكا في قطر بشرة سوداء، سفيرة مندوبة أمريكا في مجلس الأمن بين قوسين، هي الكلمة يعني لها تحفظ كتير، يعني بشرة سوداء، نائب الرئيس بشرة سوداء، ترامب وقت شفناه كان قاعد على يمينه صاحب بشرة سوداء وعلى يساره بشرة سوداء، وزير دفاع أمريكا بشرة سوداء، وزير دفاع بريطانيا الآن الحالي بشرة سوداء، غير رئيس، غير بالأفلام، يعني مثل بفيلم أنا هذا اللي بستحضره يعني كمثال، يعني بمسلسل عفوا بفيلم تبع بلاك آدم، رئيس جمعية العدالة أسود ورئيسة المنظمة كمان سوداء. طب ليش؟ ليش هذا الشيء عم يصير؟ أنا لسه ما وصلت له يعني. لا لا، بس الأمر خليني هذا بس تعقيبا يعني، لكن الأمر هلا اللي عم يركزوا عليه بشكل اللي خلاني أحكي بهذا الفيديو هو النساء. نحن في عصر يعني النساء معروف عنه، القوانين كلها عم تصب في صالح النساء، الأفعال كلها عم تصب في صالح النساء، النساء عم تعمل العمايل وبالأخير عم تطلع براء. يعني بأحد بالبرازيل قتلت اثنين، شو أول حجة شو حطتها؟ التحرش، لأنه هي وهذا السلاح العلني بالنسبة للنساء، إنه بس ده والله تحرش فيني، كله كذب يعني. ملكة جمال السجن، أنا سابع وحاكي بس تعقيبا يعني بهذا الأمر. لكن ليش عم يوجهوا عم يركزوا على النساء؟ إنه الأكثر شر النساء، الأكثر فساد النساء، الأكثر قسوة النساء، الأكثر ظلما النساء، الأكثر طغيان النساء. هذا ما هو تخمين ولا هو اعتقاد، لا هذا واقع. إذا بتركز في حقيقة الصورة بتلاقي كلامي صحيح، لا
تلاقي كلامي صحيح. على أساس كنت بدي أكملها للسلسلة، أنا في مواضيع كتير بدي أحكي فيها، بس كنت عم بنتظر أمر ليصير لكن ما حصل معي. بدي أقول في نقطة معينة، في مستوى معين بدي أوصل له يعني، بس ما زبط معي على الأقل بالوقت الحالي يعني. عم يركزوا على النساء، بتطلع على الوطن، على الوطن، على الاتحاد الأوروبي اللي مستلم كله نساء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، رئيسة، مندوبة، نائبة رئيس، رئيسة مجلس، مدير تنفيذي، ما بعرف شو، مسؤولة، كبيرة موظفين، كبيرة، كله نساء نساء. طب ليش؟ ليش؟ حتى في الدعايات إذا بتلاحظ من أصغر وحدة إلى أكبر وحدة ما عم يستخدموا إلا فتاة، إلا نساء، ليديز. أنا بقول من الحياة علمتني، من منظوري المتواضع يعني، الليديز هيديز جحيم يعني. ليش التوجه؟ مثل ما قلت، أنا لسه ما فهمت يعني. في شي لفت نظر عشان هيك فتنت وجهي على المهم. ليش عم يصير هيك يعني؟ لسه ما وصلت لجوهر المضمون يعني، للغاية الحقيقية إذا صح التعبير يعني. هي الصورة اللي هذا التوجه اللي عم يصير. والجهة الثالثة إن ثلاث شغلات، النساء عم يركزوا عليهم، البشرة السوداء، وعم يركزوا على جانب من سنين عم يركزوا عليه، بس هلأ يبدو إنه بالنسبة لهم صار وقته، بس من كل بد رح يفشل فيه يعني، من كل بد أنا متأكد، لأنه لا يصح إلا الصحيح، قاعدة معروفة مدى الزمن إلى أبد الآبدين إذا صح تمام، لا يصح إلا الصحيح ولن يصح إلا الصحيح. هن باعتقادهم هلأ، في اعتقادهم إنه هلأ هن يعني هذا وقتهم، بس ما حيزبط من كل بد. ممكن يلقى انتشار بس سرعان ما رح يخفت يعني، رح يفشلوا في الاختصار من كل بد يعني. التوجه الثالث هن انها بدهم يجمعوا العرق الاصفر مع العرق الاسمر، العرق الاصفر مع العرق الاسمر، هدول العرقين بدهم يجمعوهم مع بعض، عم يحاولوا يجمعوهم مع بعض. ليش؟ ما بعرف. بغض النظر هلا في حرب يعني، مع بغض النظر في حرب بين على الاسلام وعلى العرب وعلى المسلمين، لانه للاسف يعني من ضمن العرب ان شاء الله بدي احكي عليها هذا، من ضمن العرب هناك متصهينين يعني، العرب المتصهينين وليس المسلمين بل المتأسلمين، كل ما هنالك انه حاملين اسم في الاسلام بالهوية، لكن هن انتماء صهيوني ويهود يعني، من هالانتماء الثاني متصهيونين. انا الامر اللي استدعاني انه احكي بهذا الامر فيديو مرة تانية تعقيبا عن عصر النساء تحت فعل يعني، ما هو رأي انه والله انا هيكش، لا، انا عم بحكي مو مجرد رأي وانما واقع، بس عم حاول وصل، بدي وصل الفكرة، وليس عم حاول، بدي وصل الفكرة. هذا اقل شيء بقدر اعمله على الاقل، لبين ما اوصل لاتمكن من الوصول للمستوى اللي انا بدي اياه. أرجو أن أنجح بهذا الأمر.
النساء بتشوف واحد، يعني بتشوف انت فيديوهات، هي فيديوهات مسجلة، فيديوهات يوتيوب يعني، انا عم استشهد فيها معنا، بس هذا واقع، جزء من واقع، لانه الصورة الكاميرا الخفية او الصورة الخفية اذا بتلاحظ اذا بتدقق فيها بتكشف لك كتير اسرار، بيقول لك الصورة بتكشف كتير اسرار. لما بتصور شخص من بعيد لبعيد، ان كان بصورة او في فيديو، وبتراقب تحركاته، بتعرف كتير شغلات عنه، هذا معروفة يعني، ما هي انه والله هيك تنبؤ مني او نباهة، لا، امر معروف يعني. الامر اللي عم يخليني شبه متأكد بخصوص هذا الامر، مثل ما قلت انه الاكثر فسادا فعلا، يعني هذا الشيء صحيح، الاكثر فسادا امرأة، الاكثر فسادا الاكثر ظلما امرأة، الاكثر قسوة امرأة، الاكثر جورا امرأة، الاكثر بخلا امرأة، قيس عليها، قيس من كل شيء سلبية. بتقلي انه كلهم سلبيين، لا، ما حقلنا كلهم سلبيين، حقلنا كلهم سلبيين. الانثى شيء، المرأة شيء، ليدس اللي السيدة شيء، هدول تصنيفات مالي 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 ما حدخل فيهم يعني، بس هدول يعني التعريفات، هدول انا مني. فيديو لشخص مثل عم يعمل تجربة اجتماعية صح التعبير، فهو مكسورة ايده يعني، لا هو مثلا انه عم يشحد، ولا ولابس لبس كويس يعني، كل ما هنالك انه مكسورة ايده، واقف في ضمن مول او ربما طريق عام لا اعرف يعني، بس انه في حركة، حركة مشي، مقطوع الحذاء تبعه، الرباط تبعه، تبع حذائه، بده تربيط يعني، عم يمرقوا من قدامه، عم يبعدوا عنه. تخيل، تخيل انت لون الصورة، النساء من الصغيرة الى الكبيرة، لا حتى مو هيك، في منه في البعض منهم عم ينظر له نظرة ازدراء، يا بنت الستين شرموطة، يا بنت الستين احبة، اقسم في ديني لو امتلك القدرة لانفيكي من على وش دين الارض كلها، انت وكل اللي مثلك، انت وكل كل اللي مثلك. بس انا مالي في وضع، مالي في وضع لأقدر مثلا نوجه تهديد، او مالي في موقع هذا، مالي في هذا الموقع يعني، قاعد هو لا شحد منك ولا شكولا ولا عم يطلب منك، كل ما هنالك انه عم يعني عم بتبعدي عنه. شخص مصاب مثلا، هلا انت بجوز تقول انت متضخم، انت افهام الامر وافهام الصوره، بتعرف انه كلامي لسه يمكن مو راح تأيدني في كلامي، بل يمكن تزيد عليه، يمكن تزيد عليه، انه الامر ما هو على مشهد، لا على صورة، لا على فيديو، أمر هو على واقع. عم نشوف شو عم تعمل النسوان، البنات يلي عم تنخطب من سوريا عم تجي لهون عم تطلب الطلاق، هي بس على سوريا، ما قلت على بنات تانية. عم نشوف يلي البنات يلي بدول الخليج، يلي بدول الخليج واللي في مصر على التطبيقات تبعات التعارف، بس بدول الخليج لانه معهم مصاري، الله يلعن ابوهم وابو احسن خليج ابن 60 كلب، لانهم كلهم متصهيين، خاصة هدول السعودية اليهودية، الون عندي، الون ان شاء الله، الون عندي. انا ما عم بحكي على الشرفاء، انا عم بحكي على المتصهيين، بس هدول هلا مو حديثي فيهم بالفيديو مشان ما يطول كتير يعني، بس ارجع ان شاء الله احكي بهذا. انا لازم اوجه يعني، حضر السكريبت يعني، اكتب الكلام حتى يكون تمام موزون،
مضبوط يعني. بس لا انا قلت ارتقيت، خليني احكيها هيك شو ما تجي هيك مثل ما هي تجي فكرة معي. يعني شوف واحد بده تربيط حذاء بعده عنه، لا وبتجي يعني بتشمئز منه وتعطيه ثورة. مشهد تاني بيكون في مطعم، بيكون في مطعم هذا الشيء، بيكون في مطعم، خلص كمل الفكرة، بيكون في مطعم كمان مكسورة ايده بده ياكل، بنتين وراهم كلهم محاط بنساء، بنتين وراهم بيقعدوا بيضحكوا عليه، يعني عندين امك كس امك من شرموطة، لك كس اخت احسن مرة اذا كلهم هيك، لك كرهتونا بشي اسمه نساء، يعني عندينكم كرهتونا بشي اسمه جنس حواء من وراء افعالكم. انا هالمرة هيك هيك بدي طلع صورتي هيك مثل ما هي، خلي اللي يشوفني يشوفني مثل ما هو، هيك بدي. شيء مخزي، كل همه ما راح فوت ولا شو هدفها هاي. بس هذا التوجه الوضع عم يخلي الرجل في حالة، عم يخلي الرجل التوجه اللي عم اللي الآن اللي احنا فيه من قبل النساء ومن خلف النساء، عم يخلي رجل في موقع لا يحسد عليه. لما بتجي موظفة بنت 60 شرموطة من دولة إلى دولة نتيجة الحرب اللي دايرة هلأ في الشرق الأوسط، ما من دون تسميات يعني، وبتكتب عبارة عادي عادي ما في شيء أخي، عم تعبر عن رأيي. طب أنا عم أعبر عن رأيي، انا عم عبر عن رايي، ومن هذا الراي لك ان شاء الله واحد، ان شاء الله ما حدا يسمع لإيري، انا عم بحكي لحالي، عم خاطب حالي. انا عدو للنسويه، انا عدو للنسويه، سواء مسلمه بين قوسين يعني الكلمه، رغم انه هذا الامر تخطيناه يعني، انه صار الاسلام هويه وليس عقيده، وهذا اللي عم يشتغلوا عليه هلا في تركيا قريبا ان شاء الله، كمان الموضوع اللي احكي عليه هذا اللي عم يحكوا عليه هلا في تركيا، عم يشتغلوا عليه عفوا الايادي الخفيه في تركيا، انه الاسلام صار هويه. لا في مصر مشي حاله يعطيك العافيه، الاسلام صار شبه متاسلم يعني. انا عدو للنسويه، سواء كنت نسويه مسلمه متاسلمه ايا كان دينك من دون تسميه، محجبه غير محجبه، على الاقل نسويه محجبه، اقسم بالله عم يلعبوا فيكم لعب، عم يلعبوا فيكم لعب يعني ما بعرف، كالدمى كالدمى. وانا عم بنجرف مع التيار، عم بنجرف للاسف، بس الى حد ما الحمد لله اني عم بقدر اسحب حالي، بقدر اسحب حالي. عم يشوفه واحد مصاب، عم يشوفه واحد عم يتألم، عم يزيده في ألمه. يعني بأحد الروايات، يمكن بأحد الروايات يا أحد الأفلام ما عاد أذكر يعني، بتقول له لقد إنني أراه ضعيفا، إيه في أحد الأفلام، إنني أراه ضعيفا وأشعر برغبة بإيذائه. يعني شايفته عم يتألم زيد ألمه، هيك بما معناه. وعلى فكرة النساء يعني هلأ بهذا الفتيات بشكل عام، لما بتشوف واحد بيتألم هيك بيجيها لذة ومتعة، لذة ومتعة، هيك شيء بيحرك فيها بالمتعة بالنشوة. بس أخت النسوية وكل من خلف النسوية
وما رح زيد بكلامي أكثر من هيك، لأنه لسه ما صار وقته، لسه ما صار وقته لحتى أحكي، لحتى أحكي رأيي الحقيقي يعني. بس أنا عدو للنسوية ومن يقف خلف النسوية، ومسؤول عن كل حرف بقوله، مو عن كل كلمة، عن كل حرف. سلام.